صح على يعيد نفسك. ملاخ يا لا فريد. سلامتك سلامتك. أرجوك يا فريد نعم شيل أنت لوحدك. حاضر حاضر يا صديقي. انا لازم اشيل لوحدي غصب عني. اختك وجوزها زمانهم جايين وهنتفضح فضيح. ماما اربطي الحزام الفستان اتفكوا مش عارفه اربطه. الله بابا بيعمل ايه؟ لا مفيش يا شهيره مفيش. بنعزل. تعزله؟ ايوه بنعزل. قلتلك 60 مره ما تتدخليش في شؤون الكبار. لكن يا ماما ما لكنش. تعالي هنا اربط لك الحزام قربي عليا. هادي الحزام اتربط اهو. افتكر بقى تفرقينا. انا همشي يا ماما بس وحياتك يا ماما وحياتك قوليلي بابا بيعمل ايه. انا مش همشي لما تقوليلي. زي ما انت شايفه يا شهيره بينقل الدولاب بتاعنا من فوق. الدولاب بتاعنا؟ ايوه يا شهيره استريحتي بقى. هو احنا لينا دولاب فوق؟ ايوه يا حبيبتي الدولاب اللي في اوضه جدك ده بتاعنا. بتاعنا؟ ايوه يا حبيبتي وما كانش له مطرح في شقتنا خلينا في اوضه جدك. ده بتاع جدي يا ماما. حسك عينك اسمعك بتقول الكلمه دي تاني فاهمه. خالتك تسمع كده تفتكر ان الدولاب بتاع جدك بصحيح كده. برضو يا ماما مش عايزه تقولي لي. انا بقى هسال بابا. بابا قول لي الدولاب ده بتاع مين يا بابا. بابا بقول لك ايه ابعدي عن ابوك السعادي انا خلاص وسط اتقطم من شال الدولاب. يعني مش هتقول لي يا بابا؟ اسال امك يا شهيره هي اللي هتقول لك. وانت ما تقولهاش ليه يا سي فريد ما تقولها الحكايه بصراحه. بصراحة يعني يا سنية ما تصلحيها انت بقى. الدولاب ده اداهولي جدك قبل ما يموت. هفتكر بقى تسكتي خالص ومش عاوز اسمع منك ولا كلمة. انا سايباك ورايحة المطبخ اخلص شغلي. قبل ما اروح المطبخ عاوز اسألك سؤال يا شهيرة. سؤال ايه يا ماما؟ انت اللي كسرتي الكوبايتين اللي في المطبخ دول. انا ما كسرتش حاجة. تبقى القطة بتاعتك اللي طول النهار حايسة في المطبخ تكسر كوبايات وتكسر صحون وتسرق اللحمة من الحلة. معلش معلش يا ماما. القطة دي بقى توزعيها في أي حتة. أنا خلاص خلاص زهقت منها. الحمد لله اللي ما كسرتش الساعة الذهب اللي كانت على الرخامة جنب الكوبايات. أدي أدي في حد يحط ساعة في المطبخ يا سنية؟ أنا كنت لابساها بس لقيتها بتأخر قلت أجيبها لك تزبطها. سهي عليا وركنتها على الرخامة جنب الكوبايات اللي في المطبخ وربنا سلم. ساعة اهدي أنا مش فاهم حاجة. اسمعي يا شهيرة. أيوة يا ماما. أنا عاملة كبدة محمرة لخالتك عشان يتغدوا بيها. وقطتك دي حرامية ملهاش أمان وبتكشف الحلل. لو استنت هنا في المطبخ قول يا رحمن يا رحيم على 2 كيلو كبدة اللي احنا جايبينهم. خديها حالا. يلا يلا خديها حالا قدامي وارميها برا في الجنينة. اعملي معروف. حاضر حاضر يا ماما. ايوه بسرعة بسرعة على احي القطة برا. امشي. البت مشت. ممكن بقى تقولي لي ايه حكاية الساعة الذهب دي؟ انت كنت عايزة اخليها لك مفاجأة بس انت بقى ما بتصبرش. الساعة دي يا سيدي بابا موصيني اديها لشهيرة بعد وفاته وانا احتفظت بيها عشان انفذ الوصية. بقى كل الحاجات دي هتحصل واني مش دريان بيها. بس من غير مؤاخذة يعني ما تزعليش في الكلمة. الساعة دي رجالي يوصي بيها البيت ازاي؟ جرى ايه يا فريد؟ جرى ايه يا فريد؟ خير وجنة يا اخي. نقول له ما تجيش. يرضيك يعني اختي تكوش على الحاجات دي كلها؟ لا طبعا ما يرضنيش. بس من غير مؤاخذة يعني كنت عاوز اقول لك. خلاص خلاص الساعة دي تبقى حلوة في ايدي اني. خلاص خلاص يا سيدي ماشي انت وبنتك واحد. وسيبني انا بقى اتصرف بمعرفتي وبكره تشوف مراتك سنية هتعمل ايه. يا خبر يا خبر يا ده المصيبه. ده لازم وصله. لازم لازم البس الجاكيت بسرعه. يلا يا فريد ونفض هدومك. شهيره تعالي هنا يا بنت. تعالي بنت يا شهيره ما تبصيش كده من الشباك لا يشوفوكي. وصلوا يا ماما وصلوا. ما انا عارفه. خلاص يا بنت جدك ميت فوق. روح افتح الباب انت يا فريد. ها عبال ما انا احط في شعري بنستين احسن شعري منعكش. لا 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 بقول لك ايه افتحي انت احسن اني مش عارف اربط كرافتي. حاضر حاضر هروح انا افتح وقابل الله كل حاجه.
ايوه افتحي. ايوه الكرافطه لازم يشوفوني وانا لابس اخر حلاوه يعني. بس ايه يعني مش هخلي الساعه ده في ايدي لحسن يفهموا حاجه كده ولا كده. اهلا اهلا اهلا. ابتدينا. خلاص يا بابا ما بنجحش في كده. الحمد لله على السلامه. كفايه كفايه يا كوثر. يا كوثر يا حبيبتي كفايه من الصبح. عينيكي عينيكي يا حبيبتي. ما كفاكيش العياط اللي عيطتيه في الاتوبيس وخليتي الركاب يتلموا عليكي ويعرفوا حكايتك ايه. كان غالي عليا قوي يا سنيه. كان غالي علينا كلنا يا كوثر يا اختي. تعالوا مش في روحكم كده يا ستات بالراحه. تعالوا اتفضلوا. ده العياط وحش. تعالوا اقعدوا في الالتري. افضلوا واقفين كده. بالراحه بالراحه. خلاص يا كوثر. ما يصحش يا كوثر. انتوا عملتوا ايه للجهل؟ ابونا مات. بس بقى ده كان كله صح. بس يا اخوانا يا اخوانا مش كده. ده هم الناس اللي امبارح بس كان عيد ميلاده وخرجنا وهيصنا وانبسط. يا حبيبي الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. بينكم تعبتوا في السفر لحد ما جيتوا هنا. اهلا وسهلا. ابدا ما تعبناش في السفر. ماما احنا تعبنا من اللف في المحلات عشان نجيب لبس جديد اسود يليق بالمرحوم. مش نيجي لابسين لبس عندنا بقاله 4-5 سنين. الميت برضو له احترامه. ناس هتمشي في الجنازة وناس هتيجي تعزي يقولوا ايه اهل الميت مستهترين بيه. والله يا اختي انتوا قاعدين في مصر ومصر كلها محلات ملابس جاهزة. قصدي يعني تقدروا تجيبوا كل حاجة وبسرعة. انما البلد اللي احنا فيها دي ما فيهاش محلات ملابس جاهزة. اديها جامد اديها. انا شخصيا لو ساكنة في الواحات كان برضو لازم اجيب لبس جديد احتراما للميت. يا كوثر يا حبيبتي فيه ناس ما بيهتموش بالمسائل دي. يعني ايه ما يهتموش؟ ما يهتموش ازاي بس يا صبري؟ يهملوا في ميتهم للدرجة دي؟ اللي ما بعتولنا يقولوا انه عيان ولا حاجة. لا مؤاخذة يعني يا استاذ صبري ده ما كانش عيان ولا حاجة الله يرحمه. ما قلتلناش المرحوم مات ازاي؟ انت هتقلبي علينا المواجع ولا ايه؟ كلها ما بتموت يا حبيبتي. بس بس يا سنية بس بس والحمد لله يعني ما تعبش ولا حاجة. ربنا أكرمه. ما طولش ما طولش. اتخطف. أيوة يعني معلش بس الدكتور قال إيه؟ قال عنده إيه؟ الدكتور قال يعني أصل الدكتور ما لحقش يجيله. جاله بعد السر الإلهي ما طلع. بتقولي إيه؟ يعني مات قبل ما يجيله الدكتور؟ طب والدكتور ده جبته منين؟ قوليلي دكتور مشهور؟ ايوه هو هنا من البلد. يعني كنا هنبعت نجيب له دكتور من مصر ولا ايه؟ ومشهور ولا مش مشهور يعني؟ هو اللي هو يعني اللي كان موجود ساعتها وفي عيادته. دكتور كبير في السن؟ لا شاب صغير حلو كده يعني. يا حنتي يعني ما تودكش لسه في الطب؟ لا ده حلو قوي. يعني سبت الراجل يموت من غير ما تسعفوه؟ والدكتور لما كشف عليه قال لكم مات من ايه؟ قال يا اختي انه مات من كومة جات له. نعم كومة. والكومة دي ايه؟ الكومة دي اني افسرها لك بالبلدي يعني الكومة انخفاض كبير في نسبة السكر اللي بيبقى في الدم قوم يخلي المريض يغمى عليه وانطلت الغومة بتاعته شوية بعد السر يموت زي ما المرحوم مات. ما تعملي كده في كده يا بابا. عيني عليك يا حبيبي عيني عليك. املوا فيك وكان ممكن يسافوه. ده انا دافع للدكتور من حر جابي. كل اللي عملناه ده قلبي قلبي. كوثر كوثر قلبي. كوثر في ايه؟ فوقي فوقي يا كوثر. الراجل وموتوه علشان سبتوه من غير علاج. لسه عاوزين تموتوا مراتي؟ حرام عليكم يا ناس. نبعت نجيب لها الدكتور. استاذ صبري ايه الفرص السعيده دي؟ اهلا اهلا يا استاذ حسن. اهلا بيك. اهلا وحشني والله انت وكل المدرسين زملائي اللي كانوا معايا. سيبك من بقيه الزملاء ده انا وانت يا راجل ما كناش بنفرق بعض لا ليل ولا نهار. تقوم تاخد بعضك وتسافر وتقول عدولي ولا تبعتش حتى جواب تقول عنوانك فين في البلد اللي انت رحتها. صبرك صبرك عليا ما تاخدنيش قفش كده. قول لي الاول وطمني انت اتنقلت هنا تاني ولا ايه؟ لا يا سيدي انا جاي هنا احضر جنازه. جنازه؟ جنازه ايه كفله الشر؟
والدي المدام انتقل إلى رحمة الله. مين؟ عم سالم بدر الدين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ياه، ده انت فاكره أهو؟ إلا فاكره، ده كان صديق عزيز، ده امبارح بس كان فايت على القهوة هنا ومسكت فيه يشرب حاجة، قال لي إنه مستعجل، ده صحته كانت زي البومب وكان ماشي يهز الأرض. الموت يا حسن يا أخويا ما بيفرقش بين قوي وضعيف، الموت ده زي الولد بتاع الكوتشينة بيقش. لكن ما قلتليش انت سايب الميت في البيت وقاعد على القهوة ليه؟ عديلي فريد يا سيدي. ايوه عارفه، ماله؟ انا يا سيدي اعتبر النهاردة ضيف عنده، وهو عايش مع مراته ومع المرحوم سنين طويلة. ايوه حكم علي يا سيدي اني لازم انا اللي اجيب تصريح الدفن. جيت قعدت على القهوة هنا، من جهة استعيد الذكريات ومن جهة تانية أكون قريب من مكتب الصحة. ليك حق تقول كده، ما انت بقالك حوالي 4 سنين ما جيتش القهوة. مكتب الصحة يا سيدي اتنقل بعيد عن هنا، اتنقل هناك عند السوق العمومي، ما هو كان مبنى قديم وجاي له إزالة. طب وبعدين؟ ولا قبلين، أنا مش مال عينك ولا إيه؟ اديني بيانات المتوفي وأنا أقوم لك بالمهمة دي. أيوة بس هتعبك يا حسن. ما انت طول عمرك بتتعبني يا أخي، انت ناسي انك كنت بتديني دفاتر التحضير بتاعتك عشان احضر لك دروسك؟ ده احنا مدرسين فلسفة زي بعض، ان كنت ناسي افكرك. اللي عملتوه ده والله حرام. لا مش حرام، والمرحوم بابا ذنبه في رقبتكم. يا كوثر يا كوثر يا اختي، ده بابايا زي ما هو باباك. ولو كنت انت اللي معايا هنا ما كنتش هتعرفي تعملي اكتر من اللي احنا عملناه. وايه اللي انتوا عملتوه؟ سبت الراجل مغمى عليه لحد ما مات. وفين وفين لما جبتوا له دكتور متخرج جديد بعد ما مات؟ والدكتور ده حتى يعني له متدرب وصغير في السن، لسه ما فاتتش عليه حالات زي دي، كان هيصيفه ازاي؟ يا ست كوثر، ما فيش حاجة اسمها دكتور صغير ودكتور كبير، ما هو كلاتهم متعلمين. لا في يا فريد، بس انت بقى اللي بتحب تغلط نفسك دايما، كنت تقدر تجيب له دكتور تاني يا اخي. طب يا اختي بس الدكتور التاني ده كان هيعمل ايه يا كوثر؟ هيصحيه؟ في دكاترة عملوا اسعافات لناس كان مفروض انهم ماتوا والروح ردت فيهم تاني يا اختي. ايوه فعلا حصل الحكاية دي، حصلت كتير قدامي. لا شوف يا استاذ صبري، الحكاية دي ما بتحصلش الا في حالة واحدة بس، في حالة الغرق. وابوكي ما غرقش يا كوثر؟ ولا عمره كان يغرق. بتقول ايه يا صبري؟ المرحوم كان هيغرق ازاي؟ ده طول عمره ما كانش بيحب المية يا ناس. فريد ايه يا فريد، انت نسيت نفسك ولا ايه؟ انت بتضحك يا راجل.